مشاهدينا الأعزاء، عدنا إليكم ونبدأ أولى فقرات بيت القصيد مع الشاعرة ولاء حجازي. بنرحب بك يا ولاء، أهلا بك نورتينا يا في بيت دكتورة، القصيد. أنا سعيدة أنا مع حضرتك النهاردة. نحن الأسعد. يمكن دايما أي شاعر بنبدأ معاه الحوار بنكون يعني شغوفين إن احنا نعرف هو بدايته في عالم الشعر، ومين أكتر حد دعم الموهبة الخاصة بكتابته الشعرية. بدايتي بإذن الله كانت من زمان، يعني من وأنا صغيرة، كانت من وأنا في أولى ثانوي. يعني حاليا أنا مدرسة وباحثة دكتوراه، ما شاء فأنا الله. كنت بادئة بقى من وأنا إيه من وأنا لسه في مرحلة الثانوي، كنت ببدأ بكتابات بسيطة وكتابات ذاتية، وكنت بكتب يعني بيني وبين أصحابي وكده. يعني عبال بقى بدأت أكبر، بدأت إن أنا أتنقل بقى لقصور الثقافة، وفي عندنا في المنزلة لغاية بقى قصور الثقافة بقى في الدهلية. تمام. فدي كانت البداية، أعتقد يعني أقدر أقولك إن دي البداية. الماجستير والدكتوراه يمكن مش أي حد بيكون عنده الإرادة العلمية إنه يستكمل ما بعد إنهاء الدراسة الجامعية ده فكرة حقيقي. الماجستير والدكتوراه، لأن هي بتحتاج الصراحة عزيمة قوية جدا، وبتحتاج كمان يكون الشخص حابب المجال اللي بيتخصص فيه، وكمان وجهته محددة في تحديد عناوين الرسالة سواء في الماجستير أو الدكتوراه. هل كان الشعر ليه دور برضو في جانب تحديدك للموضوع الخاص بالماجستير في الرسالة، ولا يعتبر الشعر منفصل عن عالم الدراسة الأكاديمية ليكي؟ هو الشعر بدأت إن أنا أهتم بالشعر في مرحلة الدكتوراه، اه لأن رسالتي في الدكتوراه أنا مسجلة دكتوراه، فرسالتي برضو فيها شعر. ايوه إنما في الماجستير كنت اهتميت بالجانب التاريخي أكتر، فرسالتي في الماجستير كانت عن علي باشا مبارك أبو التعليم المصري، وكان القرن 19 كان بيهتم بقى في رسالتي عن مراحل التعليم من عصر محمد علي وخلفائه. فأنا أصلا دراستي، أنا خريجة تربية، كلية تربية، ليسانس أدب وتربية، شعب التعليم أساسي، قسم مواد اجتماعية. فالدراسة بتاعتي أصلا اللي هو قسم الدراسات، مدرسة اه دراسات ابتدائي، يعتبر ففيها شق بتجمعي في الجانب تاريخ التربوي وجغرافيا. والتاريخ. فأنا اه قلت أخلي الماجستير في التاريخ، وأخلي بقى الدكتوراه في الإيه، في الشعر، في بحيث إن الشعر. أنا أجمع اه بين الدراسة بتاعتي والتخصص وبين الموهبة، نجمع بقى يعني من في كل الدكتوراه حتة. اخترتي موضوع متعلق بإيه في عالم الشعر؟ الدكتوراه بتاعتي مسجلة موضوعي في عن أشعار وكتابات الراحل العمنا صلاح جاهين، الله، جميل جدا. نستخرج منه المضامين التربوية والقيمية يعتبر وكده برضو يعني. جمعتي يعني التاريخ اتجاه برضو من جانب التربية، يعني في الشعر بتتستخلصي في الشعر. اه بإذن يعني الله. عملتي زي دمج. بالظبط كده. جميل وانا جدا. عايزه يعني ادرس حاجه ان انا اكون مثلا قريبه لايه بحبها في نفس الوقت، اه وفي نفس الوقت برضو بتخدم التخصص بتاعي، يعني طبعا، حاجه ادرسها اكون حباها جميل جدا. بإذن الله. نبدأ في ديوانك وجاري البحث، يمكن العنوان شوية فيه نوع من علامات الاستفهام، جاري البحث عن إيه؟ وفي نفس الوقت حابين نعرف إيه الهدف والرسالة اللي حبت الشاعرة ولاء حجازي أثناء كتابة هذا الديوان إن هي توصلها للجمهور. هو وجاري البحث كان أول ديوان لي، كان من 2016، صدر في عام 2016، واتعمل له حفلة توقيع في معرض القاهرة للكتاب عن دار همسة للنشر. جميل. وكان اللي راجع الديوان الشاعر الكبير شاعر العروبة أستاذ ياسر فريد. فهي فكرة الديوان، أنا لما بدأت أن أنا أجمع الديوان حبيت الأول أعرف برضو الجمهور بيه، وأول ديوان لازم أول عنوان يشد الناس طبعا. ففي قصيدة كانت جوه الديوان اسمها وجاري البحث، بس فكرة الديوان كله ان انا بعتبر الديوان عبارة عن رحلة بحث. يعني البحث العلمي ده بحث، والبحث برضه في الديوان اه بحث، بحث في الحياة نفسها. اه كنت بدور على يعني اقدر اقول لك معاني كتير في حياتنا احنا افتقدناها، بحث عن الحب، بحث عن الصدق، عن الحياة نفسها، عن الحقوق، عن قيمة وجودنا في الحياة، عن عن القيم. الصداقة، عن القيم، عن حاجات كتير برضو يعني مش عايزة أقول يعني نقدر نقول فقدناها. بقى يعني بحث في عالم الحياة وأسرار الحياة بالظبط ومكنونات الحياة وتعاملات الناس في الحياة. بالظبط كده. فهي الإنسان عامة يعني في حالة بحث مستمر عن كل أكيد حاجة طبعا، طول حلوة ما عنه. الإنسان بيحيا بيكون عنده شغف للتطلع للأفضل، تمام فبالتالي بيرتقي بنفسه فبيبحث دايما عن الأفضل. بالظبط كده. نسمع حاجة من جاري البحث. تمام، ويل.
بسم الله. في قصيدة اسمها ومين اختار؟ ومين اختار؟ ومين اختار؟ اتفضل. آه بتقول ايه؟ ومين اختار في يوم اسمه؟ حيطان بيته قوام رسمه صدى صوته ومين اسمه؟ وصوت الضحك أوهمه. ومين اختار رقم ترتيب ما بين الأسرة واخواته؟ ومين عالم بعلم الغيب وعارف بكرة في حياته؟ ومين اختار في يوم قدره؟ ومين اختار في يوم قدره ما عارف موته ولا ميلاده؟ ومين اختار كده أصله؟ وإيه قبل الميلاد فاته؟ مفيش حد ما بيننا اختار، وكيف نهرب من الأقدار؟ ما أصل الكون دبير أسرار، إله واحد عليم ستار بكل الماضي والحاضر. لكن ممكن أكيد نختار ونرسم حلم ونذاكر ولا نحتار، بإيدك تبني أحلامك تعيش في الجنة أو في النار. الله الله. فلسان بإيدك تبني أحلامك تعيش في الجنة أو في النار، بإيدك تبني يعني أنت أحلامك، يعني أنت تقرر صاحب مصيرك، القرار. صاحب القرار في حياتك. جميل جدا. ربنا يعني يخليك. بتتكلم عن أن الإنسان يكون صاحب قرار وصاحب إرادة، وهو اللي بيحدد وجهته في الحياة سواء كانت سعادة أو شقاء. بالظبط كده، صحيح. يعني ندي دفعة يعني بتحاولي برضو أمل. توجهي من خلال أشعارك زي ما نقول رسائل فيها نوع من التفاؤل وإعلاء الهمة والعزيمة عند الناس. بالظبط، جميل جدا. ما هو لازم برضو يعني الشاعر يبقى فيه هدف في القصيدة أو معنى أو رسالة هو عايز مثلا يوصلها للمتلقي، حتى لو رسالة بسيطة، وفي نفس الوقت يعني ندي دفعة أمل يعني الجمهور، بلاش أحباط. دايما الديوان الأول بيكون ليه بصمة في قلب الشاعر، ده يعني أكيد، بيحس ان هو مولوده الأول، ده حقيقي، بيكون ليه بهجة مختلفة، هو بيكون أول فرحتي. أول فرحة بالنسبة له ده فعلا. حقيقي. كلمينا عن مشاعرك بقى لما يعني الديوان صدر وطبع وبدأت الناس تقرأه، وفعلا في أصداء للجمهور بدأت يعني تعود إليكي بعد قراءتهم للديوان، وممكن كمان تعليقات على إعجابهم ببعض القصائد أو نقاط طبعا بشكل إيجابي بيدعموكي في نواحي أخرى لديوانك الآخر. كلمينا عن الأجواء اللي حصلت بعد طباعة الديوان الأول. الحياة كانت فرحة كبيرة جدا، لأن أنا كان من أحلامي إن أنا أصدر طبعا ديوان، لأن أنا بكتب من زمان قوي، فإيه فحبيت بقى أما تيسر الأمر إن أنا إيه إن أنا أطبع، فكانت بالنسبة لي فرحة كبيرة. وكمان صدى الديوان الحمد لله كان حلو، والناس اللي تابعت واشترت الديوان وقرأت واللي حضرت حفلة التوقيع، ف وخاصة أن حفلة التوقيع يعتبر كان برضو في كانت في حدث معرض وعرس دولي القاهرة. آه ثقافي في معرض ده القاهرة معرض الدولي القاهرة الدولي للكتاب. للكتاب، ده حدوتة كبيرة لوحده يعني. فحظك يبقى كان رائع برضو أن هو يكون أول ديوان بيصدر في هذه الأجواء الثقافية اه هو المتميزة. انتشر بصراحة يعني، فكانت فرصة جميلة وحقق الحمد لله، يعني اقدر اقول نجاح حلو الحمد لله. انا عن نفسي راضية عنه الحمد لله، عقبال ان شاء الله اللي جاي إن بإذن شاء الله. الله كل القادم. دايما الشاعر أحيانا يعني وبيكون عنده توجه لفكرة المشاركة في الصالونات الثقافية والحراك الثقافي يعني الموجود في الدولة، سواء هو كان متواجد في محافظة القاهرة أو في محافظة أخرى بيميل إلى الانتقال من وإلى، وفي بعض الشعراء بتميل إلى الانتقال إلى خارج القطر المصري في الأساس. تمام. بتجد إن المشاركة دي يعني بتدعم الشاعر لما بتشاركي مثلا في صالونات وأمسيات شعرية، حفلات توقيع، بتدعم كتاباتك، بتدعم خبراتك الشعرية؟ ده اكيد، لان انا في البدايه اصلا عشان اعرف الناس بيا اصلا في البدايه واحتك برضو بالحراك الثقافي، كانت بدايتي في مكتبه حسن طبار عندنا في مدينه المنزله. ايوه كنا بنعمل زي لقاءات ادبيه او صالونات شعر، فمن هنا كانت بدايه التعرف اصلا على الاقلام اللي موجوده والشعراء، وان انا احتك حتى بالوسط الثقافي. وبدانا بقى ننتقل بين قصور الثقافه في محافظتنا في الدقهليه، لان ما شاء الله قصور الثقافه بقت كتير جدا، فبدانا ان احنا ايه نعمل نلتقي مع شعراء جدد، نعمل صالونات اكبر. ايوه بدانا يعني في الانتشار وان احنا نتعرف على بعض، فالصالونات والامسيات وال يعني الندوات التثقيفيه مهمه جدا طبعا للشاعر. هو اولا بيعرف نفسه للجمهور، بيحتك بالحركه الثقافيه، بيتعرف كمان على شعراء جدد، ويشوف تطور الكلمات اللي موجودة، يعني حتى هو نفسه
يعني بيحتك بالآخرين، يعني كمان بينوع بيجدد من خبراته، محتواه برضو. بيطلع على أشعار ودواوين الآخرين، بالظبط فبيثقل خبراته هو الشعرية، وبيفتح الأفق بالنسبة له إنه ما يكونش محدد في وجهة واحدة. بالظبط كده، بعد الفاصل هنطلع على دواوين أكثر من أعمالك الشعرية، بإذن الله ونستفيد في حوار أكثر عن الشعر. بإذن الله. مشاهدينا بعد الفاصل نعود الحوار، فتابعونا. مع الشاعرة ولاء حجازي نستكمل الحوار عن أعمالها الشعرية ودواوينها المتميزة في عالم الشعر العربي. برحب بيكي مرة تانية بعد الفاصل. أهلا بك يا دكتور. يمكن الديوان كنا بنتكلم على جاري البحث، هو الديوان الأول اللي أصدر، يعتبر أصداء جميلة بالنسبة لك الحمد لله. كانطلاقة أولى. لو حبينا نسمع حاجة تانية من جاري البحث. تمام، في قصايد كتير ممكن نسمعك برضو، قصيدة وطنية من وجاري البحث. دايما الوطن بيمثل يعني محور رئيسي في كتابات الشعر، يعني بيعتبر لابد ان لا يخلو اي ديوان او بيكون في بعض الدواوين متخصصة كمان في عالم الشعر للوطن وحب الوطن. ده حقيقي، ما هو برضو الوطن بيحرك وجدان اكيد. الشاعر، يعني لازم يبقى ينوب من الحب جانب. في قصيدة اسمها يا بلادي، بتقول ايه؟ الشوارع والبيوت والمساكن والحواري، كل حتة فيكي صوت خلى نور قلبي يلالي، فيكي غنوة فيكي فرحة، فيكي غنوة فيكي فرحة، وأحلى حاجة إني سارحة بين تاريخك اللي منقوش على البيبان، بين أصالتك وردة بتزين حيطان، بين شوارعك اللي مليانة بحنان، في ضحكة حلوة من سطوح بنت الجيران. يلا يا بلادي احضنينا، لملمي الأمل اللي فينا، وبعيونك تحرسينا من العدو ومن اللئام. ما انتي يا بلادي حبيبتي عشتي دايما لينا حرة، مهما غبنا عن عيونك لينا برضو تاني كرة، يلي حبك فوق جبيني عهد اني اوفي ديني، وان اسد في يوم جمايلك يلي عمرك ما تخونيني. احضنينا احضنينا عن عينيكي ما تبعدينا، رجعي ضحكتنا لينا، اصل يا بلادي احنا منك وانتي باقية باقية لينا، نحمي ارضك نروي وردك، ايوه نتعب لاجل خاطرك يا حبيبتي يا نور عيني. يا حبيبتي يا نور يا نور عيني، عيني، جميلة جدا. الله يخليكي. الأعمال دايما لما الواحد بيبدأ يكتب الديوان، هل بيكون عندك تنسيق إن أنا هكتب عدد قصائد وطنية، عدد قصائد رومانسية داخل الديوان، ولا على حسب تحرك وجدانك؟ هو الديوان بشكل عام، انا يعني من وجهة نظري لازم الديوان يبقى متنوع، آه يعني ان الشعر يتطرق فيه لاكتر من لون، بحيث ما يحصرش نفسه في ان الديوان كله يبقى رومانسي مثلا بس، لان كده حتى القارئ يزهق. جيله يعني ملل. اديله وجبة دسمة، ينوع شوية رومانسي شوية حزين شوية سعيد شوية امل شوية حزن، يعني شوية وشوية وطني شوية تفاؤل، يعني من كل حاجة، ايه من كل حاجة حاجة. فلازم الديوان يبقى في كوكتيل كده، يعني حرصا على القارئ. التنويع يعني، وفي نفس الوقت يكون القارئ شغوف بكل قصيدة بيقرأها، وفي بحس ان في عدم تجديد، يعني ثبوت الروح الخاصة بالديوان. عشان ما يحسش برتابة كده او ملل، ايوه وممكن ما يكملش الديوان لما صحيح. يحس ان هو كله في نفس الإطار. طب خلاص هيكمل قصايد ليه؟ الشعر العامية تحديدا كتير من اللي بيكتبوه بيكونوا عايزين الأغنية القصيدة تتحول إلى أغنية، ده حقيقي. فهل بتكتبي أحيانا قصائد بتسمعي لحنها في أذنك وأنت بتكتبيها؟ هو الواحد ساعات ما بيكتب كده بيغني الكلام وهو يدندن بيكتبه، الكلمات. علشان يعرف ان هو ايه، يوزنه كده ويظبطه، يسمعه الاول قبل ما يسمعه ليه، يسمعه لحد. وعامة الشعر الغنائي برضو من انواع الشعر أكيد. اللي هو ليه بصمة كبيرة ومسموع اكتر من اي شعر تاني. يعني انت ما بتقولي وتسمعي اغنية فبتوصل للمتلقي اسرع من ان انت تسمعي قصيدة، يعني الاغنية اقرب واسهل لأذن الإيه، لأذن المتلقي، يعني بتوصل رسالة بسرعة برضو. يعني وكتير من الشعر الغنائي كان له تصدر وبقاء حتى الآن بسبب ان هو تم غناؤه، يعني ما ده كانش حقيقي، هيصل للعالمية دي لولا ان هو كان فعلا مغنى ووصل للجماهير، واحيانا تم تصوير بعض الأغاني، فيعتبر الإعلام برضو بيدعم الشعر الغنائي
في ظهوره للجمهور وفي استمراريته ما هو برضو كمان الشعر الغنائي بيعرف الناس اكتر بالشعر، بالشعر. يعني ممكن الشاعر يكتب قصائد عامية كتير وما ما حدش برضو ايه ممكن هو سمع مثلا عنه، في حين ان صحيح هو عنده قصائد كتير جدا، انما اول ما بيتجه لشعر غنائي او يعمل مثلا اغنية وتسمع، فالناس هتبدأ تبحث مين الشاعر اللي كتب الاغنية دي، فتعرف بقى تاريخه بقى واشعاره وقصايده. فالشعر الغنائي برضو بيساهم في انتشار برضو الايه الشاعر نفسه صحيح. ان هو يتعرف للجمهور. موسوعة إبداع العربية تعتبر موسوعة بتضم مجموعة متنوعة من الأدباء وكتاب الشعر، ويمكن شاركتي في 3 أجزاء منها. ده حابين حقيقي. نتعرف على التجربة واستفادتك منها والخبرات اللي حصلتي عليها من المشاركة. هو موسوعة إبداع كنت أنا اتعرفت عليها من على الفيسبوك من خلال الشاعر دكتور السيد صابر رحمة الله عليه، رحمة الله. كان بينزل يعني هو اللي حابب يشارك في موسوعة إبداع، هي لها أجزاء كتير، فأنا تواصلت معاه وقلت له أنا حابة أن أنا أشارك، فشاركت فعلا في أول جزء الأول، أرسلت لي 5 قصائد وتم طباعتهم في مجلد، يعني 5 قصائد مع شعراء بقى ايه أيوة مع شعراء مختلفين. الجزء الاول والجزء الثاني شاركت برضو في اعمال 5 اعمال غنائيه مشتركه كتبتها مع شاعر كبير شاعر اسماعيليه استاذ بهاء اللبودي، الله والجزء الخامس برضو شاركت فيه ب5 اعمال تانية. انا حبيت بقى المشاركه معاهم، يعني جميل جدا. يعني كل ديوان كنت بتشاركي بخمس ب5 قصائد. قصائد، فانا قلت فرصه ان انا من زمان برضو ما اصدرتش ديوان، لان الديوان كان من 2016، انما الموسوعات تقريبا من 2021 اعتقد، ايوه فكانت فرصة ان انا التقي اصدر اعمال اخرى. وفكرة ان الواحد يشارك برضو في موسوعات مع شعراء مختلفين، انت بتتعرفي على كتابات جديدة صحيح، واصدقاء برضو جدد غير الاصدقاء تجربة اللي مختلفة معاكي، عن ان تحسي الانسان يكتب فاتك ديوان جيل. فردي خاص بيه. دي بتبقى فيها يعني تنويع وفيها اطلاع على خبرات، خاصة ان كمان في شعراء من خارج مصر. بالظبط، فانا حبيت ان انا اخوض التجربه جديده وفي نفس الوقت يعني استفاد منها واتعرف على اقلام مختلفه وصداقات جديده، فكانت فكرتها حلوه. ولسه برضه موسوعه ابداع كانت موجوده في معرض برضه القاهره الدولي للكتاب، فانا جميل الحمد لله كل اصداراتي موجوده الحمد لله عن ممتاز. النشر، موجوده برضه في معرض نسمع القاهره بقى الدولي قصيدة من للكتاب. الموسوعة. تمام، باذن الله. احنا ممكن نقول من الجزء الأول، تمام نقول اتفضل. قصيدة عن شهر رمضان المبارك. تمام نقول: هل هلالك يا رمضان يا شهر دايما نتمناه، يا شهر رحمة من المنان، يا هدية لينا من الرحمن، يا شهر علم ونور وإيمان، بتشع فرحة كتير وحياة، يا شهر فيك نزل القرآن، فيك كل خير اتعلمناه، يا نسمة طاهرة وعطر الريحان، يا خير بيملى الكون محلاه، يا شمس هلي كمان وكمان، ضي القمر بيزيد في ضياه، أولى أيامك لينا رحمة، وفي أوسطك لينا الغفران، وفي آخر أيامك نطلب يعتقنا ربنا من نيران، وكل يوم يجي المغرب علينا وإحنا في أي مكان، وندعي طالبين الجنة، نرفع إيدينا للرحمن، بقلوبنا ندعي ونتمنى، يا رب ندخل من ريان، ولا لحظة برا نستنى، يا بركة المولى العدنان، مقبول صيامنا فيك رمضان. جميل جدا. كل سنة يعني وانتي طيبة مقدما. ان شاء الله ربنا يبلغنا جميعا رمضان باذن اللهم الله. آمين. الشعر يعني الخاص بالمناسبات الدينيه، يعني مثلا زي موسم الحج، وقت مثلا صيام رمضان، يمكن الاشعار اللي بتقدم في المناسبات الدينيه بيكون ليها وجدان مرتفع وروحانيات في علاقه الانسان بربه ودينه وفي تعامله مع الاخرين، وبتوثي من خلالها قيم معينه. ده حقيقي. هو برضه فكرة ان الشاعر يكتب في شعر المناسبات، اللي هو انا كان ليا في كل مناسبة، اما يبقى في مثلا ندوة في قصور الثقافة او حاجة، في كل مناسبة قصيدة، يعني كنت كاتبة قصيدة للعيد القومي للأهلية محافظتنا، قصيدة عن نصر اكتوبر،
قصيدة عن افتتاح قناة السويس، قصيدة عن يعني قصائد كتير. فالشعر المناسبات الاجتماعية دي شعر مهم جدا، يعني مع ان في ناس برضو ما بتحبش ان هي مثلا تتطرق ليه، يقول لك ده شاعرة مناسبات. لا، طب ما هي الامسيات بتعرف الناس برضو بالايه، ما هو بالعكس، الشعر كله لازم يكون تثقيف. مواكب للأحداث ومواكب للمناسبات ويكون عنده تنوع في أعماله ده يعني. حقيقي. يعني انا كنت برضو كمان كاتبة قصيدة عن يوم المرأة العالمي، كنا بنحتفل بالمرأة من، وكان في ندوة برضو من كام شهر لا للعنف ضد المرأة، وكانت مواكبة برضو لليوم العالمي للمرأة. فالواحد لازم يبقى عنده شعر للأحداث المعاصرة صحيح. والمناسبات، امال هيقول ايه في مناسبة مثلا وكبار كبيرة. الشعراء كتبوا في وقت انتصارات اكتوبر، كانت دي تعتبر يعني مناسبات واحداث وطنية كبيرة، فلولا ان هي وغنوا ايضا قصائد وابتهالات في المواسم الدينية، فلولا انها كانت يعني فعلا كانت موجودة، لها اهمية ما كانوش هم ده يتطرقوا حقيقي. ليها يعني. وبرضه في رمضان كان ليا ابتهال ديني صدر من سنتين، برضه كان غناه فنان الأوبرا ومبتهل بالإذاعة وفي القرآن الكريم الفنان الكبير أستاذ إبراهيم راشد، جميل. فغناه لي ابتهال في رمضان. فالواحد لازم يعني كل متواجد فترة، معاك الابتهال كلماته؟ هو الكلمات موجودة برضو، تصدقي في الموسوعة تقريبا. ايوه. وبرضو معايا فيديو منزلينها على اليوتيوب، فيديو كانت الحمد لله لاقت استحسان جميل التواصل برضو الجمهور، مع فنانين يعني قامات متميزة في دار الأوبرا ده المصرية، حقيقي. بيكون يعني ضبطهم للحروف مظبوط وفي نفس الوقت بيكون غنائهم أصيل. ده حقيقي بصراحة، كانت تعاون بصراحة كان جميل ومثمر يعني، جميل. فتشرفت بالعمل معاه. الحركة الشعرية النسوية في الآونة الأخيرة يعتبر ليها مكانة ودور كبير في المجتمعات العربية، وبتوليها الدول والمؤسسات الثقافية اهتمام كبير جدا في الفترة الأخيرة من خلال سواء الصالونات أو المهرجانات أو المسابقات حتى الشعرية اللي تهتم بالأدب النسوي تحديدا. ده حقيقي، الستات ما شاء الله، والمرأة المصرية عامة والشاعرات بقوا مكتسحات للساحة أيوه. الأدبية. وأنا ليا صديقاتي كتير جدا يعني في الوسط الثقافي، والمرأة يعني دورها لا ينتهي على مر العصور يعني. تقييمك للحركة النسوية الشعرية تحديدا بقى في الآونة الأخيرة على مستوى الوطن العربي، هل بتجد اهتمام مختلف عن فترة سابقة؟ هل بتجد ان هم اتيحت لهم الفرصة للتعبير عن أعمالهم ودواوينهم بشكل يعني في نوع من الاهتمام اكتر من قبل الدول؟ ده حقيقي. المرأة عامة يعني المرأة المصرية كمان بالذات تحتل مكانة كبيرة في المجتمع، المرأة وصلت لأعلى المناصب في الدولة يعني، في مش هتوصل كمان في الشارع، لا ايوه. ده هي واصلة ما شاء الله في يعني في المجتمع، لها دور فعال كبير. لكن هو التركيز دايما على فكرة الحركة الأدبية لأن هو توجيه معظم الاهتمام. الشعراء ايوه. رجال، ولكن أصبح دلوقتي في سيدات ما شاء الله شاعرات قديرات وكبار وأصحاب صالونات أدبية، ويعني بيدعونا وبيدعوا الأجيال الأصغر منهم للحضور حتى في الندوات. مهرجانات بتكون نسوية فقط يعني دي فكرة بتهتم حلوة والله، فكرة تواجد الشاعرات النساء فقط. يبقى حلو يعني التجمع النسوي شاركتي في أول، أعتقد في فعالية شبه كده. كنت في مهرجان الإبداع النسوي الأول، كان أول موسم ليه هنا في القاهرة. كانوا شاركت مع مجموعة من الشاعرات على مستوى الجمهورية والوطن العربي أعتقد، فكانت فرصة لالتقاء بصديقات جدد برضو ومعرفة ثقافات مختلفة. وفعلا تم تكريمنا في القاهرة هنا، وكان القائم عليه كان الشاعر الكبير أستاذ عمرو المصري، الله، فكانت فرصة جميل جميلة منه جدا. الحقيقة ان هو يقدر يجمع هذا الكم من الشعارات، وكل موسم بيبقى ليه شعارات جدد. فدي بيتم تحديد عنوان معين للمهرجان أو هو للمسابقة؟ اسمه المهرجان النسوي مواسم بقى، لكن مش بيحددوا عنوان معين بيكتب تحتيه الأشعار اللي بتقدم في المهرجان؟ لا ما اعتقدش، لا يعني بقى في أريحية في اختيار هي القصائد. الفكرة، لا براحتك، بس هي الفكرة في ان هو يقدر يجمع هذا الكم الهائل من الشعارات ويدور فعلا بدقة كمان على الكلمات ويكرم الشعارات، فده مجهود كبير جدا، انا بشكره برضو عليه، وهو وجميع القائمين على المهرجان، واستاذ وجه رفعت له شكر وتقدير وتحية السموسي لجهودهم في هذا المجال. واستاذ رضوان وناس كتير جدا بصراحة، يعني الواحد حابب ان هو يشكره. لو حابين نسمع بقى قصيدة تانية من الموسوعات أو من ديوانك الأول.
احنا ممكن نقول من الديوان برضو، نقول قصيدة مثلا رومانسية، اتفضل. او نقول يعني هي هو الديوان رومانسية، منوع فانت او اختاري لنا منه نقول بقى. براحتنا شوية. في حاجة اسمها جرح فات، كل واحد جوه قلبه 100 حكاية، كل واحد جوه قلبه 100 حكاية، جرح ساكن جوه منه من البداية، كل قصة فيها لسه، كل قصة فيها لسه من البواقي، واما تفتح اي قلب يا دوب تلاقي كل حاجة فيها حاجة، والحكاية ناقصة حاجة، بس عمري ما أكون ضحية أو عروسة في مسرحية. يا حبيب قلبي يا غالي، اقتل الشوق اللي فيا، مش هعيش حب في خيالي وكل ثانية تفوت عليا، تقتل الحلم وأمالي وتهون عليك دمعة عينيا. وبصراحة يا حبيبي أي حاجة حلوة ليا نفسي تكمل للنهاية، مش أعيد نفس الرواية، اكتفيت من ظني فيك وانت قلبك مش معايا، والعذاب جوايا باقي، هي دي أصل الحكاية، بردت جوايا اشتياقي، وكل قصة فيها لسه، لسه ياما من البواقي. مهما قلت مهما قلت يا حبيبتي، جوه في القلب اشتياقي، قلت هنسى الماضي لكن جرحه باقي جوه لسه، قلت هنسى بس لسه فيك حنين، خفت تقسى على اللي فات ولا وحشاك السنين اللي ملياك ذكريات. طب ما تنسى، طب ما تنسى وروح بعيد، ذنبي ايه انا بس قولي، مر في وجودك يزيد دمعات الابتسامة، سيبني جايز القى بعدك اللي وياه فرحان. الله جميل جدا. سلامة بقى. هنستكمل وجاري البحث والموسوعات الشعرية المبدعة اللي شاركت فيها بإذن مشاهدينا الله. بعد الفاصل، نستكمل الحوار فتابعونا. يبقى للحن غير الصدى، تعالي أعانق فيك الليالي، فلم يبقى للحن غير الصدى، واه من الحزن ضيفا ثقيلا تحكم في العمر واستعبدها، فهيا لنلقيه خلف الزمان، فقد آن للقلب أن يسعدا. إذا كنت قد عشت عمري ضلالا، فبين يديك عرفت الهدى، هو الدهر يبني قصور الرمال ويهدم بالموت ما شيدا. تعالي نشم رحيق السنين، فسوف نراه رمادا غدا، هو العام يسكب دمع الوداع، تعالي نمد إليه اليد. ولا تسألي اللحن كيف انتهى، ولا تسأليه لماذا ابتدى، نحلق كالطير بين الأماني، فلا تسأل الطير عما شدا، فمهما العصافير طارت بعيدا سيبقى التراب لها سيدا. مضى العام منا، مضى العام منا، تعالي نغني فقبلك عمري ما غردا، نجيء الحياة على موعد وتبقى المنايا لنا موعدا، دفاتر عمرك هيا احرقيها، فقد ضاع عمرك مثلي سدى، وماذا سيفعل قلب جريح رمته عيونك فاستشهدا. تحب العصافير دفء الغصون كما يعشق الزهر همس الندى، فكيف الربيع أتى في الخريف وبيت الخطايا غدا مسجدا، غدا يأكل الصمت أحلامنا، تعالي أعانق فيك الردى، أراك ابتسامة عمر قصير، فمهما ضحكنا سنبكي غدا، أريدك عمري ولو ساعة، فلن ينفع العمر طول المدى، ولو أن إبليس يوما رآك لقبل عينيك.
مع الشاعرة ولاء حجازي، وما زلنا في مجموعة متنوعة من أعمالها الشعرية، وهنرجع للقصائد الفردية. يمكن الشعر بيكون ليه دواوين مطبوعة، يعني مجموعة متنوعة من الأشعار بيضمها في عمل مطبوع في الديوان، لكن أحيانا برضو بتتجلى عنده بعض الأفكار والمواقف اللي بيمر بيها في حياته فيكتب قصيدة فردية. كلمينا عن تجربة القصيدة الفردية، بتكتبيها إمتى؟ إمتى الشاعرة ولا بتحس إن هي يعني عايزة تكتب قصيدة كده، يعني وهي قاعدة ممكن أحيانا في أثناء يوم دراسي بحكم مثلا تعاملك مع الطلاب وبتمر بمواقف يومية ده هاي دايما مع يعتبر مرحلة مهمة جدا في سواء الطفولة أو المراهقة مع اللي بتدرسيهم. ف ده حقيقي. هو عامة أي موقف بيقابلنا في الحياة اليومية ممكن يخلق قصيدة، صحيح، أي موقف أي حالة الإنسان بيعيشها، أي كلمة بتتقالك أو بتسمعيها. يعني كان في موقف أنا فاكرة، كان في مرة كنت قاعدة أنا وأختي، كانت هي زعلانة، فبقول لها زعلانة مالك؟ ايوه ما تردش يا بنتي مالك، ما تردش. قلت لها، قلت احترت في امرك يا جميل، وغلبت اكتب لك مواويل، ولا قلبك حاسس ولا داري، طب امتى يا حبيبي تميل. فبعكسها بقى، فاللي يسمع الكلمات يقول ده انا كاتباها لحد تاني، انا كاتباها من خلال موقف بسيط جدا. وسمعتيها القصيدة؟ سمعتها قالت لي انت بتقولي لي انا الكلام. أكيد بعدها خلاص ما زعلتش تاني، صح؟ فهو الفكرة في ان اي موقف بيعدي عليكي انت ممكن يخلق لك قصيدة، انت جميل. قاعدة كده في حالك والقصيدة تيجي فجأة. الحياة تعتبر مسرح كبير ده فيها حقيقي. مواقف وفيها أزمات وفيها أفراح وفيها أتراح، فالشعر يعتبر زي مرآة للحياة الاجتماعية والواقعية اللي بيحياها. ده حقيقي. وكمان انا الحمد لله يعني ليا قصايد كتير جدا خارج بقى الاصدارات، فبنزلها على اعلى صفحتي وعلى اليوتيوب وكده، فليا انتاج الحمد لله يعني هنتكلم كبير عن جدا. النشر الإلكتروني وعلى المسابقات الإلكترونية، لكن بعد ما نسمع القصيدة الفردية اللي كتبتيها. في قصيدة اسمها احمد ربك، احمد ربك على ضمة ولقمة ونعمة وستر، على عيلة وحب وحصن أمان مش غدر، على حضن وأم وأب وأخ وصحة وبركة، على نومة هنية وعيشة سوية هتاخد أجر. احمد ربك على صاحب عمران بالخير، على قلب يحبك يصفالك مليان بضمير، على رزقك عملك وعيالك صدقني هتفرق، على كل نفس مع طلعة شمس وصوت الفجر. شوف كله مفارق في الدنيا ولا دايما لحد، شوف مين هيحبك ويصونك في الوقت الجد، شوف ايد بتطبطب وتداوي ترويك حنية في الوقت الصعب اللي تعيشه وتكون لك مد. دنيتنا جميلة نشكلها بمزاجنا أكيد، وحياتنا الرضا هيبدلها للأحلى تزيد، علشان أفراحنا وأحزاننا عمرها ما تدوم، مشاعرنا بترقص وياهم والشوق بيقيد. ودي كلمة أخيرة هقولها لك، ودي كلمة أخيرة هقولها لك، فكر فيها، الناس مش دايما باقية لك، طنش ليها في قلوب الوقت يغيرها لو مهما عملت، وقلوب بالخير راح تبقى لك وتدوب فيها، مكتوبة الرحلة بتفاصيلها فبلاش تتغرر في يوم فيها، وهي دنيا وفانية ولا باقية، وقدرنا نعيش ونموت فيها. الله، جميلة جدا، ربنا يعني يخليك. المعاني اللي فيها راقية جدا والأبيات مكتوبة بروح فيها نوع من الإنسان يتفائل في الحياة ويحاول إن هو يتجاوز، ويعني الحياة فرحة مستمرة، بعد يعني النعمة. زي ما هيلاقي الخير هيكون برضو في حاجات تانية بتنغص عليه حياته، ده لكن لابد حقيقي. إن هو يستمر ويتفائل وهيجد الأفضل برضو في كل خطوة في ما هي حياته. الحياة عامة ما بتمشيش على وتيرة واحدة، يعني شوية فرح وشوية حزن، أكيد فلازم نتعايش. أكيد. النشر الإلكتروني والحركة الشعرية على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أصبحت متصدرة في الفترة الأخيرة، وشعراء حتى لو بيكتبوا مقتطفات من دواوينهم أو من أشعارهم أو حتى من أفكارهم على مواقع التواصل الاجتماعي، هل شايفة أن يعني المواقع التواصل الاجتماعي ليها دور كبير دلوقتي في نشر محتوى الشاعر وفي نفس الوقت يعني التعريف بيه على مستوى أوسع من فكرة إن هو يكون محدود حتى وإن لم يسافر إلى مهرجانات وفعاليات خارج قطره؟ ده حقيقي. هو اولا ده بيخلق نوع من التواصل وانتشار الشعر، وان هو يتعرف على يعني يعرف نفسه للجمهور،
ويبقى في نوع من التفاعل والتواصل بينه وبين الجمهور، لان برضه في الاول وفي الاخر الجمهور هو الحكم. ايوه يعني مش هقول لك بقى النقاد طبعا رايهم بيحترم وكل حاجه، بس كل كلمه وليها ايه وليها جمهور، يعني الفصحى لها جمهورها، العاميه لها جمهورها، فالتواصل صفحات التواصل دي برضو قربت المسافات وقربت الثقافات وقربت بين الاجيال وبعضها، فهي خطوة مهمة جدا، خاصة ان احنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا والتطورات اللي ما شاء الله لا تنتهي، ايوه فلازم الانسان يواكب العصر اللي هو عايش فيه. المشاركة الإلكترونية سواء في مسابقات أو مهرجانات مثلا إلكترونية، بتحرصي على التواجد فيها أو شاركتي في أحد الفعاليات انا كنت الإلكترونية؟ شاركت في مسابقات كتير، بس هي كانت مسابقات الكترونيه، هي فيها يعني فيها حاجه حلوه اللي هي بتخلق روح من التنافس والتعاون، وان انت برضو بتشوفي برضو اصدقاء برضو جدد غير الوسط برضو اللي انت غير تطلعي كمان النطاق على التاني اللي انت عارفاه، أشعارهم، ثقافتهم في ده الشعر حقيقي العربي. لان كل بيئه واسلوب الشاعر فيها بيختلف، ايوه كتاب الصعيد مثلا شعراء الصعيد غير شعراء الوجه البحري، غير كل واحد طريقته في الكتابة وفي البيئة نفسها هي اللي بتشكل برضه وجدان الشاعر، فأنت ما تتعرف على ثقافات مختلفة أو مجتمعات وبيئات متنوعة، فده برضه بيسري اللغة، صحيح. يعني بيخلق نوع من التجديد والتطوير في الكتابة نفسها، فهي فكرتها حلوة يعني جميل موجودة. جدا. المشاركة عامة بيبقى دايما فيها إثراء، بدلا من الإنسان يكون قابع على نفسه أو ده حقيقي منغلق على كتاباته فقط، فلا، لابد أن هو يكون مواكب سواء إلكترونيا أو على مستوى التفاعل الاجتماعي الواقعي في الصالونات أو الأمسيات أو غيرها. وكمان التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية سهلت النشر بالنسبة للشعراء ان هم ينشروا اشعارهم في المواقع الإلكترونية، لان كمان ممكن لو حد مش قادر ان هو مثلا يكلف ويطبع ديوان دلوقتي، طب هو ايوه كده مش نهاية العالم، في يبقى ديوان الكتروني. في بدائل تانية في ومجاني، يعني ايوه الدنيا كده. الدنيا بسيطة، وفي يعني في كمان تواصل. دلوقتي حتى لو طبع ديوان سابق يعني مطبوع في دار نشر، فبيميل الى فكره برضو ان هو يعني زي بيعيد نشره مره اخرى بشكل الكتروني، وممكن احيانا بيكون التحميل عن طريق ملفات الPDF مجاني ما ده لانه حقيقي حابب ان هو ينشر اعماله. ما هو لازم التواجد الالكتروني برضو، في يعني اقصد اقول لك برضو مش ازمه مثلا اللي هو مثلا مش قادر يطبع ان هي دي نهايه العالم، انا ما معيش مثلا فلوس اطبع او ما معيش التكاليف دي دلوقتي، طب انت ممكن تنشر في الصحف والكتروني وبنفس الوقت تعرف نفسك للجمهور من خلال الصفحات التواصل الاجتماعي، يبقى في حلقه نوع من التواصل، يعني فاهمه ازاي، لحد ما ربنا يسهل، يعني ده موجود وده موجود، الشغوف بماجاله والمحب لإبداعه بيبحث عن بيجد كل عن جديد مخرج، يعني يجد مخرج حقيقي. دائما للتعبير والتنفيس عن أي من أعماله اللي كتبها. ودلوقتي المنافذ في كثيرة العالم بصراحة الأدب كتيرة جدا، يعني سواء على مستوى مصر أو الوطن العربي. ده حقيقي. لو حبينا نسمع حاجة بقى دلوقتي. ممكن نسمع من الموسوعة، في انا كنت قلت لحضرتك ان الموسوعة الديوان الثاني في أيوة الموسوعة الجزء الثاني كنت شاركت بأعمال غنائية مع أستاذ بهاء اللبودي، أيوة ففي حاجة قصيدة اسمها وطمني، وطمني. جميل، اتفضل. هو اول كوبليه وانا تاني كوبليه، يعني عاملين دويتو او ما هي كانت الخمس اعمال، اعمال يعتبر مشترك. غنائية مشتركة، جميل وفي منهم عمل فعلا اتغنى، فهو كان اول كوبليه وانا تاني كوبليه وهكذا، جميل جدا. فجمعنا منهم مجموعة اغاني، نسمع، اتفضل. فالبداية من عنده بيقول صباح الفل لو امكن، صباح النور يا متمكن، ما تيجي نغني وندندن انا وانت بعيد عن الناس، ادي لي سنين انادي عليك، انادي بشوق جميل عينيك، تعالى نزرع الايام ونرويها العسل بالكاس، صباح النور يا اطيب قلب، صباح الورد الابيض، طب ما تيجي الجاري خطوة كمان وطمني عن الاحساس، صباح الورد والياسمين معاه الشوق وحب حنين، نهار ابيض بياض قلبك يصبح قلبي على الغليين، تنادي عليا كون لبيت ورمش عيني قال حبيت، يا خاطف قلبي بعيونك في حبك لي انا ما لقيت، واقول امتى
واقول امتى يطل بشوق حبيبي احلي ورقه وذوق، يصبح كل يوم يعني ينادي بحب ارد بشوق. جميلة جدا يعني، والإيقاع بتاعها يعني سلس، وفعلا يعني ممكن تتغنى وتكون ما أغنية هي أعمال متصدرة يعني. غنائية، فربنا يسهل وإن شاء الله نلاقي حد. إن شاء الله. لا جميلة جدا. كنت بتتكلمي من شوية إنه أي شاعر يعني لابد إنه يجد مخرج لفكرة إن هو يكتب وينشر ويعرض للجمهور. فكرة الصعوبات اللي بتواجه بقى الشاعر اللي الشعر عايز يطبع فقط، يعني هل في صعوبات بتواجه الشعراء حاليا فكرة النشر والتعامل مع دور النشر؟ ايه اهم الصعوبات اللي بتواجههم في الفترة الحالية؟ هو أعتقد التكاليف، لأن التكاليف بتختلف من دار لدار، وخاصة دلوقتي كل حاجة بقت الحمد لله غالية، فصعوبة التكاليف خصوصا لو في شباب لسه نفسه يعمل ديوان، فيدوب المصروف أو الدخل يعني قليل أو كده، فالتكاليف الطباعة بتبقى غالية، ده أهم وأصعب حاجة بتعوق فكرة النشر. الطباعة، واعتقد برضو التعامل مع دور نشر ذات ثقة عشان ما هو يقدر ان هو التعامل ذات ثقة لازم يبقى يا إما من خلال حد عارف، حد طبع قبل كده في دار، فعارف حد يكون ثقة على أساسه يروح معاه مثلا، يحس إن هو مطمن. أو ودي من ضمن الخبرات اللي بتفيدك تقريبا في فكرة التعامل مع مع برضو أكتر من دار الموسوعات أكيد. والتعرف على شعراء من خلال السنوات الثقافية، تعرفي مثلا على نشرهم لأعمالهم في أي دور نشر ذات ثقة، ممكن كمان تعرفي على دور نشر جديدة ليها تحركات دولية على مستوى المعارض الدولية ده في حقيقي، الوطن انك العربي بتتعرفي وغيره. على اكتر من دار نشر، وبتشوفي طبيعة التعامل هنا وهنا وهنا، وشخصيات مختلفة واسعار مختلفة ومعاملة مختلفة مع كل دار، فده بيصقل خبرتك، فبيأثر على الطباعة الجديدة او الطباعة التانية، وما تيجي تعملي اصدار تاني بتفكري ايه، بيبقى في نضج بقى في التعامل اكتر من ايه، من اول مرة يعني. أهم الشعراء اللي بتحرصي على القراءة ليهم لما تكوني بقى منفردة عايزة تقرأي أنت شعر، يعني شعر ولاء حجازي تكتب الشعر، لكن لما تكوني عايزة تقرأ الشعر لمن تقرأ؟ لمين؟ احنا كعامة احنا كشعراء طبعا احنا كلنا اصدقاء على صفحات التواصل، فبنقرأ لبعض، اللي بيعجبه قصيدة بايه بكومنت حلو كده للتاني وتمام، انما الدواوين والكتاب الكبار والكتب في المكتبات مالية. لكن الشعراء الكبار اللي يعتبروا بالنسبة لك مدرسة. انا بحب شاعرنا عمنا الراحل سيد حجاب، فاسمع رحمة الله. اكتر من ان انا كمان اقرا شعر، بحب ان انا اسمع، خاصه عمنا سيد حجاب الشعر الغنائي كانت معظم تترات رمضان، ايوه طبعا وهو جزء لا يتجزا من الدراما المصريه، يعني صحيح انا بعتبره ملك التترات المصريه يعني، فكان كل مسلسل تتر سيد حجاب، تتر سيد حجاب، فكنت بحب تحبي الاغاني بتاعته تسمعي. وبحب اسمع اكتر كشعر، ممكن احب اقراه كشعر مثلا في كتب الناس القدماء يعني، ممكن الشعراء تقرأي عامية بس ولا ممكن تقرأي لا عامية ممكن وفصحى؟ عامية وفصحى، بس كنا احنا بندرس ايام ثانوية عامة أحمد شوقي، وحافظ محمود ابراهيم وابراهيم در، ناجي، أيوه وكان شعراء محمود درويش. كبار جدا ومدارس، كل واحد مدرسة في الشعر، ففي عندنا ما شاء الله التراث الشعري كبير جدا، هو مفيش حاجة معينة او متخصصة ان انا ايه اميل ليها يعني بتحبي برضو بتعملي لفكرة القراءة المتنوعة في عالم الشعر، بالظبط. وده بيظهر برضو في كتاباتك انك متنوعة حتى داخل هو الديوان التنوع الواحد. مطلوب حتى في ان انت لما تيجي تقرأي تنوعي، لان ده بيثقل من مفردات اللغة عندي، ايوه ان انا اجدد حتى في لغتي، مش كل قصيدة استعمل نفس الايه الادوات اللي بقولها هنا هقولها هنا، طب ما كده انا نفسي احس ان مفيش تجديد، صحيح. فلازم الواحد ينوع على قد ما يقدر. الإلقاء يعتبر يعني نقطة مهمة جدا في فكرة تعبير الشاعر عن شعره. يمكن ذكرت من شوية إن أنا بحب أسمع، يعني السماع كمان بيخلي الشاعر يعبر عن الأبيات بوجدان متفرد وخاص بيه هو لوحده، يعني بيكون ليه بصمة في كل قصيدة بيلقيها ده نتيجة حقيقي أنه هو اللي كتبها، فكأنه عارف مفتاح القصيدة دي. لما تكوني بتقرأي قصيدة لوحدك في البيت قبل ظهورك مثلا في أحد المحافل الشعرية أو الأمسيات أو كده،
بتحبي تسمعيها وتسجليها وتردديها بحيث انك تلقيها بشكل ماهر جدا قصاد الجمهور؟ اما انا ادرب نفسي مثلا ايوه الاول، انا كنت الاول ممكن احفظ، دلوقتي بقيت بكسل شويه ان انا احفظ، بس هو المفروض ان الانسان يحفظ القصايد بتاعته عشان يبقى في نوع من الايه، من التفاعل، ده المفروض يعني، بس انا مش قوي يعني في ايوه الموضوع، ولكن لازم يبقى مدرب نفسه وجاهز، علشان ما يحصلش نوع من الرهبة في اللقاء او الاحتكاك مع الايه، مع الجمهور. وبرضو الحاجات دي بتيجي بالتعود وبالممارسة، وان هو يدرب نفسه، ممكن يعمل بروف على نفسه قبل ما يطلع في اي حفلات او اي امسيات. يعني مهما كان برضو الشاعر متمكن وله حفلات كتير وله لقاءات كتير، ولكن لازم كل مرة رهبة المسرح نفسها، أيوة. كل مرة بتشوفي جمهور جديد لها رهبة جديدة، فهو ولابد ان هو دايما بالممارسة يحاول برضو. ان هو يجتهد ان هو يعني يدرب نفسه وفي نفس الوقت يظهر بأحسن صورة في كل مرة بيلقي فيها. ده حقيقي. جميل جدا. بعد الفاصل هناخد مجموعة متنوعة تانية من الموسوعة الشعرية رقم 3. بإذن الله. بعد الفاصل نعاود الحوار فتابعونا مع الشاعرة ولاء حجازي. ما زلنا مستمرين مع شعر العامية ومجموعة متنوعة من الدواوين والأشعار. حابين بقى نستكمل عرضك لقصيدة برضو من الموسوعة موسوعة الشعرية. الإبداع، احنا خلصنا كده الأول والتاني، أيوة ناخد واحدة بقى في قصيدة الجزء الخامس، بالجزء الخامس، نقول رومانسي. رومانسي سعيد، رومانسي سعيد، بلاش قلنا رومانسي رومانسي حزين. حزين. في قصيدة اسمها يا حياتي. تمام. فرحانة بحبك يا حياتي وبقربك ليا، لو مين هيخبط وينادي ولا يملى عينيا، يا فرحة عمري وأيامي يا أغلى ماليا، ما أنا لمس عيونك قدامي طايرة من الفرحة، يا أجمل وردة في بستاني سعادتنا هي طرحة، راح أحقق أنا فيك أحلامي وأدوب وأنا سرحة، يا أجمل فرحة الأيام وجناينه هي طرحة، بالحب هنبدأ خطوينا في طريق ماشيينه، بالحب هتكبر أمانينا، أمانينا إحساس لمسينه، بالحب راح نبني سعادة لحياة رسمينها، وتزيد أشواقنا وبزيادة ونعيش حابينها، وترفرف بالخير دنيانا تروينا هناوة، ويزيد الحب معانا يملانا غلاوة، وعيالنا تكبر قدامنا بفرح وشقاوة، ونعيش نحلم نتمنى ونخلي دنيانا دي جنة، وندوب من الحب يا روحي وأقول لك اطلب واتمنى، وده وعد ومكتوب يا نصيبي، ما أنا اسمي على اسم حبيبي، ودعايا للمولى يصنه ويبارك دايما في حياتنا، ونعوض بقى كل ما فاتنا. ونعوض بقى كل ما فاتنا. جميل جدا. لا ده رومانسي سعيد. رومانسي متفائل شوية. عالم التدريس يعني بيتيح دايما للشاعر ان هو كمان يثقل موهبة تلاميذه، وبيحاول ان هو يدعم ويحفز اي موهبة يعني بيجد حتى لها بذرة بسيطة في يعني خلال حتى اليوم الدراسي او العام الدراسي، وبيكون كمان احرص من اي مدرس اخر على فكرة الفعاليات الخاصة بالشعر، ويعني ان هو يدعمها داخل المدرسة. ده حقيقي. كلمينا عن تجربتك بقى كشاعرة وكأيضا متخصصة في المجال التربوي، وبتتعاملي مع فئة يعتبر يعني نقول سنابل صغيرة ايوه، بتبدأ لسه. المرحلة الابتدائية. أيوة فأكيد بيبقى عندك برضو فكرة اللي هو استشعار الموهبة عند الطلاب. بتقدري حتى لو هتسمعي حد فيهم كتب حاجة أو قرأ حتى قصيدة من النص المدرسي، إنك يعني زي ما بيقولوا تحطي فكرة ايه الدعم للموهبة دي بشكل صحيح فعلا. انا فعلا بعمل كده، انا ما عندي تلاميذي سواء صف رابع خمسة، رابعة وخمسة وستة ابتدائي، بقول لهم مثلا اللي بيعرف يكتب يوريني ويعرض عليا القصايد اللي بكتبها واشعاره، يعني ما تتكسفوش مني، اللي كاتب حاجة يوريني، اللي عنده موهبة يقول لي، اللي عايز قصايد ويلقيها في الإذاعة، يبقى في نوع من التواصل بيني وبين التلاميذ، يعني بحيث اكثر
حتة اللي هو مكسوف من الأبلة بتاعته أو مكسوفة من الأبلة بتاعتها، لا أنا خايفة أطلع في يعني كسر الإذاعة حاجز الخجل. ده، وفي نفس الوقت التلاميذ ما بيطلعوا الإذاعة، ما ده نوع من تنمية من ثقة النفس برضو الشعور بيخليه واثق بالذات. من نفسه، وكمان ان هو يقدر يعبر عن نفسه ويكتب حتى اشعار بسيطه، طبعا مرحله ابتدائيه. ففعلا انا كان ليا، وكمان كنت بكتب شعر تعليمي، يعني جميل بكتب جدا. حاليا برضو شعر تعليمي لما يكون مثلا في درس يكون صعب او حاجه، ان انا احول الدرس ده لاطار شعري قصيده تعليميه أيوة. عن درس مثلا معين. واما لقيت التلاميذ متفاعلين فعلا مع الموضوع وبيجوا يفاجئوني، انا حفظت النشيد يا ابله، انا مسجلي معايا يا ابله ومش عارف ايه، فده بيشجع التلاميذ ان هم بيغيروا من بعض بقى، بيساعدهم كمان على بيحفزوا بعض. توصيل المعلومة، الشعر التعليمي، ان هو مثلا لو في اي درس صعب لما هياخده بشكل مغنى ده هيكون حقيقي. بالنسبة له سلس بل ممتع. واعمل لهم بقى شهادات تقدير واكرمهم جاي، فبقوا مبسوطين جميل التلاميذ، جدا. بيفرحوا يا حبايبي باي حاجه لو بسيطه، يعني شهاده التقدير دي مش هتكلفني حاجه، ولكن فرحه كبيره للطفل، وبتشجعه ان هو يحب الماده ويحب المدرسه، ويعني يبقى شاطر كده في يحب حصه، جميل يعني جدا. ما يهربش منها. بنحييكي على دعمك للشعر العربي داخل يعني المدارس وداخل الصفوف الابتدائية اللي بيتلقوا التعليم في حصصك. ده يعني شعور نبيل منك، وفي نفس الوقت يعني رسالة سامية جدا، ونتمنى ان الجميع يقتدي بيكي في نفس النهج ده. انا بحاول اوظف برضو الموهبة في الوظيفة وفي العمل، بحيث ان ايه الواحد يعني يجمع ما بين الاتنين في نفس الوقت، ويوفق ما بين الاتنين، ويقدر ان هو يعني يوصل برضو رسالته حتى لو في مجال العمل. جميل جدا، ربنا رسالة يخليك. سامية، ودايما يا رب في إبداع وتميز. سعدنا جدا بيكي في بيت القصيد الشاعرة ولاء وانا حجازي، سعيدة بحضرتك يا دكتورة. مشاركات ودواوين متنوعة وأشعار كلها يعني وجدان مرتفع جدا في الإلقاء وفي المحتوى اللي كتبتي بيه أيضا. انا سعيدة ان انا وحضرتك، لان انا من متابعين حضرتك وبحبك جدا. ليا الشرف الأكبر، الله ودايما يخليك. في تألق وإبداع في عالم الشعر العربي. اشكرك يا دكتورة، واشكر جميع القائمين على البرنامج والسادة المشاهدين. شكرا. مشاهدينا، ننتقل إلى الفقرة الثانية والأخيرة من بيت القصيد، فتابعونا.